وعلو الهمة صفة يسعى إليها العقلاء ويبذلون الأسباب التي تجعلهم من أهلها. والهمة مأخوذة من الهم، أي ما يقصده الإنسان من الأهداف السامية والمقاصد العالية. ولذا فإن من علت همته كان ممن يحبهم الله ويرفع درجاتهم وينالون رفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. ولذا لا زال العقلاء تسمو هممهم وتعلو مقاصدهم ليكونوا على أعلى المراتب وأرفعها.